للكاتب والقاص السوري محمود الوهب تاريخ وذكريات جميلة مع الثقافة والأدب، بدأت بمدينة الباب بحلب قبل ما ينتقل لغازي عنتاب التركية. تسع سنوات صار لي في غازي عنتاب، جيت على غازي عنتاب، يعني غازي عنتاب يقال إنه أخت شقيقة حلب، ومعروفة لدى الباب تحديداً. مدينة الباب مدينة صغيرة نسبياً في ذلك الوقت الذي أنا ولدت فيه يعني، وعشت يفاعتي تقريباً يعني لسن 20 أو لسن 17، أنه فيما بعد ذهبت إلى دار معلمين. يعني كنا باليوم الواحد ندور أكثر من مرة. مدينة قديمة، لا أحد يعرف بالضبط تسمية الباب. هناك من يقول إنها باب لمملكة بزاعة سابقا، وهناك من يقول إنها باب إلى حلب. المدينة مدينة بقياس تلك الأيام مدينة راقية، جزء من أحياء حلب، تشارك حلب في الوضع الاجتماعي، العادات، التقاليد. وذاكرة الوهب غنية بصور الطفولة ونمط الحياة بمدينة الباب. والله الذاكرة هي الأيام اللي كنت أروح فيها مع أمي على بستان قريب جداً لبيت جدي، لا يبعد عنا 200 متر يعني تقريباً. الصعود على الشجر، قطاف المشمش أو التوت أو هالمسائل، كل هذه يعني من الذكريات الحلوة. أحياناً الفرجة على مشاهد الدجاج، الديكة، كل هالمسائل، يعني حياة ريفية فيها ريف زائد مدينة يعني. وبالنسبة للتعليم، بيتذكر الوهب اللحظة اللي قرر فيها إنه يبدأ الدراسة عند أحد المشايخ، وهي هي القصة. بدأت بالتعلم من عند ما رحت لعند الشيخ يعني. كنت نهار أنا معدي من قدام بيت الشيخ، وكان وقت صرفة الأولاد، وطلعوا بشكل فوضوي وبشكل يعني كأنهم في مهرجان، عياط وضحك ومنادات بعض لبعض وضرب وإلى آخر ذلك. أعجبتني الصورة، كثير انبسطت أنا إنه لازم هذا. فرحت عند أبوي وقلت له حطني بالشيخ، يعني سجلني عند الشيخ، وكان الذي كان. وكانت يعني قاعدي عند الشيخ بتدفعي فرنجين أو 3 فرنجات بالأسبوع، كان كل خميس بياخد من هذا. ما مرت أسبوعين أو 3، الشيخ شافه لأبوي بالشارع، قال له هيك ما بصير هلا، الخميسية صارت ربع ليرة. قال له ليش؟ قال له ختم جزو ألف ب يعني ألف باء، وانتقل لجزو عم. وبعد ما تعلم القراءة والكتابة، اتعرف على كتابات العديد من الروائيين العرب والأجانب، بينما كان المسرح أول خطوة فعلية له بطريق الثقافة. بدأت حياتي مع الثقافة ومع فرقة المسرح اللي أسسناها مجموعة من الشباب اليافعين والشباب، يعني كانت أعمارنا بين 15 إلى 20. والمرحلة اللي طولت الفرقة هي مرحلة سنة وشهور، بالفترة اللي فترة الانفصال، عادت الديمقراطية وعادت افتتاح النوادي وعادت إلى آخره، تأسست الفرقة. أعتقد يعني في أواخر 61 أوائل 62، بال 63
اجت ثورة البعث وكنا في منبج، عملنا أول حفلة مساء في المركز الثقافي، ثاني يوم كان عندنا حفلة في مدرسة ثانوية بنات منبج، وكنا مبسوطين وفرحانين وبدنا نروح قدام نشوف حالة قدام البنات الآخرة. فقنا الصباح وائز ممنوع التجول، كان كاتبنا المفضل في ذلك الوقت، والكتب اللي دخلت على بيتي في ذلك الوقت كتب لنجيب محفوظ، الثلاثي السراب فيما بعد الطريق، ثرثرة فوق النيل، حب تحت المطر. بعدها دخل الوهب لمجال التعليم بالمدارس، وكانت القصة القصيرة حاضرة يومياً بحصصه. أنا كوني معلم ابتدائي ثم مدرس لمادة اللغة العربية، كنت أبدأ دائماً دروسي بقصص قصيرة، وهذا تعلمناه نحن في دراستنا التربوية يعني. لذلك القصة بفترة من الفترات كانت موجودة في المراحل كافة، إن كان بالمرحلة الابتدائية أو بالإعدادية، لكثرة قراءة القصص واستماعها من التلاميذ ومتابعة التلاميذ عند قراءتها، يمكن تأثرت على نحو غير مباشر في كتابة القصة فيما بعد. أول كتاب كان إشراقات الزمن الماضي، وتاني كتاب تخاريف العمل الطوف، ثالث كتاب مجموعة اسمها سفر، رابع كتاب مجموعة اسمها الصمت. الصمت إيه، والصمت تحكي على يعني بعض المآسي السورية. واستكمل مشواره القصصي مع الصحافة. كنت أتابع القصة من خلال الصحافة، فيما بعد تطورت يعني، مثلا جريدة الثورة طلعت ملحق اسمه ملحق الثورة الثقافي، هذا كان متخصص كنا نتابعه باستمرار. تشرين فيما بعد في وقت متقدم صارت طالع كتاب في جريدة كمان أيضا كنا نتابعه. لذلك فيما بعد أنا وكنت أكتب وأتابع دعوني في العمل في جريدة النور، لو كان في عندي زاويتين، زاوية اسمها أبيض على أسود، وكنت أعني فيها هذا الصح والأسود هو الذي يجري في البلد، لأنه كل هذا كل زاوية كانت تتعرض لمشكلة أو لمسألة سواء اجتماعية أو سياسية أو إلى آخره، وغالبا ما أخلط بين السياسي والاجتماعي. كان في زاوية تانية اسمها للحكومة فقط، هذه نوع من الوخزات إلى الحكومة في القضية الفلانية والقضية الفلانية، زاوية صحفية صغيرة لا تتجاوز 200 إلى 300 كلمة. ولسه بجعبة الوهب مشاريع كتابة بيأمل استكمالها. إذا كان عندي مشروع أدبي فهو الجزء الثاني من الرواية اللي هي كانت قبل الميلاد، فما الذي جرى في الميلاد وما الذي جرى للوليد، وليت العمر يسعفني، ولدي أيضا يعني أن أكتب بعض، ليست مذكرات وإنما بعض من صفحات حياتي، في أشياء كثير يعني مواد أو حياة عشتها يعني تستحق الكتابة.